طيب دكتور، إذا أنا يعني نصيحة الآن، بدنا نصائح ذهبية، كلام ذهب وبتنصحوا لكل شاب وبنت بالإضافة لل 17 نقطة اللي ذكرتهم، الآن أنا بدي أتزوج خلاص قررت، أو أنا متزوج فعلا وعاني شاعر بعدم السعادة، كيف أشعر بالسعادة؟ يعني آسف ما في جواب. هذا هذه أجوبة مضحكة، هذه جماعة التنمية البشرية خبصوا الدنيا. هذول اللي يطلعوا علينا وغمضوا عيونك وتخيل إنك أسد، نصابين هم بيحكوا هيك. تخيل قال يجي لك على المدرج مليان، غمضوا عيونكم غمضنا، تخيل إنك كذا بعد مثلا بضع سنوات هاتوا مصاريكم، يأخذهم يروح، فأنت صرت أسد بالمصاري والباقيين صاروا أرانب. لا غلط. لذلك ما في وصفات للسعادة. حلو. ما في وصفات، ما في كذا اعمل كذا تصبح سعيدا، لا يا حبيبي، انت فعلت كذا اصبحت سعيدا، في ظروف موضوعيه هي اللي تصنع. يعني ممكن انت تمشي على الخطوات وما تصير سعيد، يا سلام، يعني ممكن تمشي ما تصير، شو المشكله؟ ما في شيء اسمه وصفه السعاده، ما في وصفه ابدا. ما في وصفه، ما في وصفه جاهزه للسعاده. لذلك السعاده محاوله وخطا، تجربه، بوح، مواجهه، تبحث عن مشكلتك تحددها وتبلش تحلها. بلش واحد عنده ضعف جنسي في علاقته الاسريه، ما ينفع حدا نقول له اذهب واركض الصباح، ما يذهب اقول له والله جرب مع زوجه ثانيه، ليش؟ لان يمكن المشكله في هاي الزوجه. هذا يعني او ما يعني ليش غلط عند اقول له اذهب الى طبيب متخصص في مثل هذه القضايا وتعالج، خلصني. واحد عنده مشاكل في تربيه الابناء، جاب 3-4 اولاد ومو قادر يلحق عليهم، شو نقول له؟ روح اتعلم كيف تربي ابنائك، اتدرب. واحد عنده مشكلة مثلا في كيف يتعامل مثلا مع بنته المراهقة، مو قادر يزبط معها لأني مو فاهم عليها ومراهقة، تعلم، خذ كورس، اتعلم، تعال جلس مع حدا متخصص وتعلم كيف تتعامل معها. حلو. علم علم عادي، المايكروفون خرب ما يزبط، أي واحد يجي صلحه ما يزبط، تحط إيدك عليه وتصير تقول يا رب يزبط، ما حيزبط. صح صح. بدك تشتغل. الظروف الموضوعيه تختلف من شخص لاخر ومن فئه الى اخرى طبعا. لذلك احنا مشكلتنا تقرا كتب، والله العظيم مضحك، الرجال من المريخ والنساء من الزهره، كتب فاشله، ذا سيكرت، السر، كتاب فاشل، غلط. هذه كتب تبيع الوهم، هذه مخدرات فكريه وعقليه او نفسيه، مخدرات نفسيه يضحك عليك، تامل، اركض، غمض عيونك، غلط. هذا الكلام غلط. لما الواحد يكون جوعان بياكل، بده ياكل، ما تناقشني بشيء ثاني. سيبك هذه سولافة، قال واحد جوعان تروح تقول اركض، ما حيزبط. او تخيل انه في اكل، تخيل انه في اكل، ما حيزبط، ناكل. ما نقول لك نشكي لوزير التربيه، شدينا شعرنا، نترجاك الوليال شنط شطبوا في التعليم عن بعد. هذا الموجود لاخر الفصل، نقطه اخر السطر، عاجبكم عاجبكم وعاجبكم مشكلتكم، رايت طغيان اللئيم اذا اغتنى او حاز من جاه الامور قليلا. هذه المشكله، مشكلتك انك نحن نواجه مشاكلنا، نعم، ما احنا جاهزين للتعلم عن بعد، لا أجهزة ولا قرانة ولا محافظاتنا جاهزة للتعليم عن بعد، ولا المعلمين مهيئين في أغلبيتهم لكيف يتعاملوا على الشاشة ويتعاملوا مع عن بعد، ولا الأطفال قادرين، والناس طلعوا والأخصائيين قالوا لك أول 4 ما يزبط. شفت هذا مثال. طيب اسمع اسمح لي، أنا أسف للمقاطعة يا إخواني أخواتي، الناس اللي بيسألوا بدنا إعادة الحلقة، الحلقة مبثوثة على صفحة مزاج على فيسبوك، بتقدر تدخل عليها وتفرج عليها. للأخت اللي بتسأل لو سمحت كيف بدي اشاهد الحلقه اعاده، ضروري على فيسبوك صفحه مزاج في ام مبثوث الحلقه لايف، وراح اضلها موجوده ان شاء الله. اذا دكتور ما في وصفه للسعاده ابدا، انتهى ابدا، ما في وصفه جاهزه. بس كل له وصفته، كل واحد له طريقته يتعامل فيها، يحدد مشكلته وعلى حده ابدا، وما يصلح لغيرك لا يصلح ابدا لك. هذا طبيعي، ما هو هيك احنا، وين مشاكلنا؟ استنساخ التجارب. هي هذول يطلعوا عليك ويقول لك التعدد حل، لا يا حبيبي، التعدد ليس حل لكل الحالات. طيب دكتور، انا وعدت صبيه اسمها سيرين، وعدتها اجاوب على سؤالها، معلش انا يعني في دقائق، بس ما يكون سؤال صعب. لا سؤال سهل جدا، سؤال هي بتقول كالتالي: للنقاش، رجل متزوج وغير انيق في ملبسه ومظهره امام الناس، هل الزوجه مسؤوله عن اناقه زوجها ام هو الذي اهمل نفسه؟ لا تساعده. يا جماعه الخير نتعلموا، عادي زي موضوع البخل، زي موضوع البخل والتوفير. مرات في شاب يسكن يقول لك ساكن بسكن هالجامعات اللي تحيط في جامعاتنا كويس، وطول عمره يوفر الدينار والنصف دينار عشان يعيش، بعد 6-7-8-9 سنوات بده يتزوج، فاعتاد ان يكون موفرا وليس بخيلا. فهذا ما نقول عنه بخيل، نعلمه، اللي مو انيق نعلمه كيف يكون انيقا. انا اعلمك الاناقه، اعلمك كيف تعادي، نعلمك، ما في اشكال. ما يعرف، اللي ما يبوح بالخطوبة ما يجيب وردة ولا هدية، مو بخيل ولا جاف بالمشاعر، يتعلم، ما بعرف. عادي يا رجل، احنا اكبر اهانة بلغت للجيل انه ما علمنا المشاعر، احنا تعاملنا مع العواطف عيب. يا رجل الدموع مبهدل الناس لما يبكوا،
تمدرك. عشان هيك لازم نعلم أحد يعلمك، ما فيش كان علموه، علموا أولادكم البوح، مش إنه أنت زلمة ما تحيط بالضبط. علموا يبوح، علموا يحكي، زلمة ويبكي، لا زلمة ويبكي، وين المشكلة؟ لكنها روح تسيل فتقطر، وليس الذي يجري من العين ماؤها، لكنها روح تسيل فتقطر. يا رجل الدموع كما علمنا جدي وجدك مين؟ أعظم شاعر على وجه الأرض، متنبي يا طارق، حرام عليك. ماذا قال؟ لما قال شوف عشان تكشف الكذاب من الصادق في الحب، لما قال إذا اشتبكت أو إذا اشتجرت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا ويبدي بالهوى من قد تباكى. الله الله الله. طيب يعني حاضرين الدكتور خليل الزيود، أنا دائما وجهة نظري أنه حلقة وحلقات لا تكفي معه، يعني الدكتور خليل ما شاء الله عنك، كلامك مهم وكلامك جميل والناس بتحب تسمعه. احنا بمجتمع الان انا بعتقد لازم نسمع ولازم نسمع ولازم نسمع ونضل نسمع قبل ما نتغير، لانه المشاكل موجوده عندنا. وانا دائما كنت اطالب الحكومه بالتدخل. يا عمي اذا مش قادرين انتم تعملوا دراسات تحلوا موضوع الطلاق والزواج والمشاكل الاسريه، اطلقوا يد الدكتور خليل الزيود واللي زيه ببساطه. مع الحدث مع طارق حامد على مزاج احلى اذاعه.